أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قال أحد طلبة العلم إنه خرج لترائي طلوع الفجر فوجد أن التقويم يسبق طلوع الفجر بنحو ربع ساعة، فما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا غير صحيح، وهذا تشكيك، تشكيك في العبادات، وهذا ما هم من شؤون هؤلاء، هذا من شؤون أهل العلم ومن شؤون ولاة الأمور. والتقويم ولله الحمد تقويم منضبط، وعليه لجان متخصصة تراقبه وتدقق فيه، وما أدركنا عليه خطأ، إلا إن كانوا يريدون بطلوع الفجر الإسفار، يعني يسفر الجو نهائياً وتشوف البعيد، هذا ما هو بطلوع الفجر، هذا يسمى الإسفار. أما طلوع الفجر، الفجر الثاني الذي المعترض، البياض المعترض في الأفق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، يعني في ظلمة، بحيث أن الرجل ما يعرف جليسه، وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم عرف الرجل جليسه، فهو يدخل فيها بغلس، يعني بظلمة تبكير، وينصرف فيها بعد الإسفار حتى إن الرجل يعرف جليسه. ونحن نشاهد يؤذن الفجر على التقويم، ثم ينتظر الإمام ثلث ساعة أو أكثرهم نصف ساعة، تقام الصلاة ونخرج من المساجد، وإذا بالإسفار واضح جداً، فلو كان التقويم سابقاً لما حصل هذا. فالتطبيق يدل على أن التقويم دقيق، ولا يجوز لهؤلاء المتطفلة أن يتكلموا في أمور الدين وأمور العبادات، يشوشون على الناس في هذا الأمر. نعم.